وفي تعز شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية قصفا بالأسلحة الثقيلة على مدرسة مكتظة بالطلاب عصر الثلاثاء شرقي المدينة بعد أقل من يوم على استشهاد طالب برصاص قناص حوثي استهدفه أثناء عودته من المدرسة في حي المفتش بعصيفرة شمال المدينة. وذكرت مصادر محلية أن الميليشيا استهدفت بمضادات الطيران مدرسة الفاروق الثانوية في حي الجحملية السفلى بمديرية صالة من مواقع تمركزها في تبتي السلال وسفتيل، وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المدرسة، فيما لم تسجل أي إصابات في صفوف الطلاب والمعلمين. وطبقا للمصادر، فإن استهداف الميليشيا للمدرسة تزامن مع دخول الطلاب لبواباتها لحضور دروس التقوية في الفترة المسائية، ما تسبب بحالة رعب وهلع كبيرين لدى أهاليهم الذين توافدوا إلى المدرسة للإطمئنان عليهم واصطحابهم إلى المنازل. للحديث أكثر حول هذه الحادثة ينضم معنا مراسل يمن شباب من تعز أيمن قائد. أيمن، أهلا وسهلا بك. إذن استهداف من قبل ميليشيا الحوثي لمدرسة الفاروق الثانوية في حي الجحملية، حدثنا عن الأضرار التي نتجت عن هذا الاستهداف. نعم هشام، إذا خلال اليومين الأخيرين صعدت ميليشيا الحوثي الإرهابية من جرائمها و استهدافها للأعيان المدنية والأحياء المكتظة بالسكان، وشهدت 48 ساعة الماضية سقوط عدد من الضحايا إثر هذه الانتهاكات وهذا الاستهداف. آخر الممارسات الإرهابية التي نفذتها الميليشيا بحق المدنيين في تعز هو استهدافها لمدرسة الفاروق الثانوية في حي الجحملية السفلى قبل أكثر من ساعة من هذه اللحظة. كانت المدرسة مكتظة بالطلاب والمعلمين، استهدفت بمضادات الطيران هذه المدرسة من تبت سفيل ومن التلال المجاورة لها والتي تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية وتتخذها منصات لإطلاق قذائفها المدفعية وأعيرتها النارية باتجاه الأعيان المدنية والأحياء السكنية المكتظة في المدنيين والأبرياء العزل. لم ترصد المصادر وجود أي ضحايا إثر هذا الاستهداف، إلا أن حالة هلع وذعر وخوف كبير ساد في أوساط الطلاب وفي أوساط المعلمين، خاصة وأنه في ذاك الوقت كان هناك انتزاع كبير لمنتظر الطلاب للدخول إلى المدرسة لتلقي بعض الدروس المسائية، لكن لم ترصد المصادر سقوط أي ضحايا شهداء أو جرحى إثر هذا الاستهداف. وطبعا هذه الجريمة تأتي عقب أن كانت الميليشيا قد استهدفت طفل وهو طالب عائد من المدرسة قبل أكثر من 24 ساعة في حي المفتش بعصيفرة شمال المدينة، ما أدى إلى استشهاده فور إصابته وتم نقله إلى إحدى مستشفيات المدينة. كان طالب عائد من المدرسة كما ذكرت، وكان مرتديا زيه المدرسي، وبحسب حقوقيين فإن هذه الانتهاكات ممنهجة تمارس ضد القطاع التعليمي وضد منتسبيه. كذلك خلال الساعات الماضية استهدفت ميليشيا الحوثي بالقذائف المدفعية أحياء وتجمعات وقرى سكانية في مقبنة غرب المحافظة، وأسفر هذا القصف عن سقوط شهيد مسن مباشرة فور إصابته بعد أن أطلقت الميليشيا هذه القذيفة من إحدى تلال المطلة على المنطقة والتي تسيطر عليها الميليشيا. كذلك كان هناك طفل في مقبنة كذلك أصيب بانفجار لغم أرضي أثناء رعيه للماشية، وأصيب كذلك في وسط المدينة في حي زيد الموشكي سائق دراجة نارية. هذه خمس جرائم لميليشيا الحوثي استهدفت بها المدنيين في تعز خلال أقل من 48 ساعة. تعاود الميليشيا بين الحين والآخر استهداف المدنيين منذ بدء الحصار المفروض على المدينة
من قبل الميليشيا الإرهابية وهي تمارس هذه الانتهاكات. آلاف الشهداء والجرحى سقطوا بقذائف الميليشيا وبرصاص قناصاتها وبألغامها كذلك. والدعوات مستمرة لدعم قوات الجيش الوطني لاستكمال تحرير المحافظة وإنهاء الارهاب الحوثي الذي يمارس على المدينة منذ سنوات. شكرا لك مراسل يمن شباب في تعز أيمن قائد.